دعونا نتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذه الخطوة المهمة جدا في المشهد التاريخي السوداني والذي يعيشه السودان في هذا الوقت الحاضر، مع سيادة سفير أحمد حجاج وهو الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية. سيادة سفير، تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا وسهلا. أثر الاتفاق على استقرار السودان في الفترة الحالية وأيضا الفترة القادمة بإذن الله. أولا أرجو أن تسمح لي في البداية أن أشارك الشعب المصري بفوز منتخب مصر في كرة اليد ووصوله إلى النهائي، ولعل ذلك تكون بادرة للاهتمام بالرياضات الأخرى وعدم التركيز على كرة القدم. أنا آسف لل لا تفضل يا فندم، خد راحتك تفضل. لا خلاص، مجرد إشارة لمشاركة الشعب المصري هذا الموضوع. أعتقد أن احتفال الخرطوم اليوم بمشاركة دولية وإقليمية ووطنية كبيرة يعد إنجازا للشعب السوداني بعد مفاوضات عسيرة يعني تراوحت فيها الأمال بين الأمل والفشل، ولكن إرادة الشعب السوداني تغلبت في النهاية وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية وعلى الوثيقة السياسية. أعتقد أن سيتم بعد أيام، لم يكن غدا أو بعد غد، التعيين رئيس الوزراء الجديد وحلف اليمين، وهو الأستاذ الحمدوك، وهو خبير اقتصادي كبير عمل في الأمم المتحدة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وله خبرات اقتصادية كبيرة. هذا مناسب، الشخص المناسب في المكان المناسب، لأن أكبر تحدي للحكومة الجديدة هو التحدي الاقتصادي. الشعب السوداني ينتظر من الحكومة الجديدة العمل على رفع مستوى معيشته وتوفير السلع الأساسية في الأسواق بعد الندرة الشديدة التي شهدها السودان وانخفاض قيمة العملة لغير ذلك. أعتقد أن مشاركة مصر في هذا الاحتفال وتوقيع الرئيس توقيع رئيس الوزراء الدكتور المدبولي على الوثائق نفسه نيابة عن الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي يثبت الأهمية التي تعطيها مصر لاتفاق الشعب السوداني. لا نحاول أن نفرض أي وجهة نظر معينة، ولكن ندعم كل تطلعات الشعب السوداني وما يرتضيه الشعب السوداني ترتضيه مصر. أمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية سيادة سفير أحمد حجاج، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المشاركة والإيضاحات.